اهلا بيك واهلا بقول ايه بالنجم الكبير هاني الاسمر ابن الحاج الراحل حسن الاسمر اللي مش قوي ايه منورنا طبعا في راديو 90 ومنورنا على موقع مبتدا.com وعايزين نعرف منك بقى اعمالك الجديده. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرف ليا ان انا يعني بظهر للساده المستمعين على راديو 90 وطبعا مع احد يعني عزيز على قلبي احلى عبد الفتاح في الدنيا يعني اخويا طبعا اخويا طبعا. فطبعا يا رب نعمل حلقه تعجبكم وتبقوا مبسوطين ونعمل حاجه ان شاء الله تحقق يعني تشرف المستمعين وتشرف عبد الفتاح يا باشا تشرف 90 انت بشرفنا وانا اي حد تشرف ابويا الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه الله يرحمه ويحسن اليه. انا عارف ان انت عامل اغنيتين في واحده دوتو طبعا مع الحاج الله يرحمه اغنيه ارمش بك يا ابني قصير والاغنيه الثانيه اسمها طمع الدنيا طمع الدنيا وخفيت فتره احنا عايزين نعرف سبب الاختفاء منك. ما هو سبب الاختفاء ده الاوضاع اللي فيها البلد اتاح هنعمل ايه بقى؟ الاوضاع الاوضاع فقط لا غير الاوضاع انت شايف الاوضاع عامله ازاي فان شاء الله بنتمنى من ربنا ان هي يعني تصطلح حالها الايام اللي جايه ان شاء الله ونرجع تاني الملاعب. تمثيل وغنى ولا لا؟ غنى بس يعني كان طلب مني اغنيه من طارق وكده حاجه الحدث في قلب اغنيه للفيلم طب هل دي اغنيه جديده ولا اغنيه من تراث الحاج الله يرحمه؟ والله هي هتبقى مفاجاه فتح بقى تقول ريميكس انا ما بقولش لا 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 انا عايز اعرفه يعني هي اغنيه قديمه للحاج الله يرحمه ولا اغنيه جديده؟ لا هي تعتبر يعني ايه يعني هي من روح الحاج من روح بس هي على موضوع جديد ان شاء الله تاليف وارحم مين؟ ناس جداد برضو اسمعوا احدث اغانيه على راديو 90 وبرنامج دق يا مزيكا كل جمعه وسبت مع العالمي عبد الفتاح مصطفى هاني الاسمر. لم الشباك يا ابني الموجه دي شديده خايف تسيب حضني والسكه دي بعيده. حبيبي دوت حلو جامد قوي قوي يعني الحمد لله رب العالمين. رميت الشباك ولا لا؟ اهو رميتها. كلمني بقى عن الدويتو ده يعني انت اللي اقترحت عن الحاج للحاج عن الدويتو دوت الاغنيه ديت ولا هو اللي قال لك؟ والله بص انا كنت بعمل انا جربت البوم في من فتره كبيره جدا وكانت فيه الاغنيه ديت فانا طبعا قعدت بقى ايه محايلات شويه وبتاع كده مع ابويا الله يرحمه الله يرحمه هو ايه عايزين في الاغنيه بتقول كده 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 لم الشبك يا ابني والموجه دي جديده خايف تسيب حضني والسكه دي بعيده. قالوا لي وصل ده سمارة اللون وجماله عسل جماله جماله عسل سألت عليه قالوا لي وصل مين معايا؟ اللون سمارة اللون ده أحلى عيون ده خمر اللون ده أحلى عيون وبالتليفون سمارة سمارة وجماله عسل قالوا لي وصل وجماله عسل قالوا لي وصل